بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعاً اليوم النهاردة ده إحنا بنعتبره كنقابة محامين وكجمعية عمومية لمحامين مصر بيعتبر يوم تاريخي. ليه؟ وانتم المفروض تبقوا عارفين ده، واليوم ده يبقى أكتر من تاريخ ميلادك ده اللي هو ايه؟ حمارس المحاماة، لان مفيش اكبر واعظم من المحاماة. فاذا النهاردة اليوم ده بيعتبر يوم تاريخي بالنسبة لنا، ويوم تاريخي بالنسبة للمجتمع كله والمصر كلها، لان طبعا تعلمون جيدا ان العالم في مصر والفقيه في مصر والمفكر في مصر هو المحامي، ولذلك فالمحامي بيمتاز عن كل فئات المجتمع اللي موجودة في مصر. واقع الكلام ده، واقع احنا مش بنقوله كلام، احنا بنقوله واقع لان احنا عايشينه، احنا عايشينه. فعلشان كده احنا عايزين انتوا الجيل اللي جاي ده، وخاصة ان انتوا الايام اللي انتوا بتعيشوها دلوقتي احسن من ايامنا احنا بكتير، لان ايه؟ النقابه موفره كل حاجه للجدول العام لمعهد المحاماه، كل حاجه النقابه موفراها لحضراتكم، بشرط ان احنا نكون قد ده ونستغل ده ونتعايش مع ده ونبقى محامين، لان انتوا الجيل بتاع بكره. ولازم تبقوا عارفين ان احنا كنقابة محامين وكجمعية عمومية للمحامين، احنا عايز اقول بالنسبة لنا في المجتمع احنا لنا دور مهم جدا في المجتمع، ودور مهم جدا. انت قبل ما تترافع عن الموكل انت بتترافع عن الوطن، الوطن، المصلحة العامة، مصلحة مصر، ده احنا بندافع عنها ومسؤولين عنها، وده في نص القانون، مفيش في كلام. يعني عشان تعرف قيمة وكيان المحاماة ايه، مسؤولة عن ايه، مسؤولة عن ايه، مسؤولة عن كل حاجة في المجتمع، كل حاجة في المجتمع المحاماة مسؤولة عنها، كل حاجة. يعني المحاماة مسؤولة عن كل مؤسسات الدولة بالكامل، سواء محامي حر او محامي في شركات او في اداره او الكلام ده كله، بمعنى ان كل اجهزه الدوله الممثله في المؤسسات، الوزارات، الحكم المحلي، الشركات، كل حاجه لابد، لازم، قانون، مش احنا اللي بنقول، قانون بيقول كده، بيقول. يعني لما نيجي احنا كدوله زي مصر وبنيجي نتعاقد مع دولة زي فرنسا مثلا، يعني بنتعاقد على ايه؟ على موضوع، على معاهدة. المعاهدة دي مضمونة ايه؟ ممكن يكون غاز، ممكن يكون شركة استثمار، ممكن يكون كل ده. احنا بقى لما نيجي نبرم معاهدة مع دولة، اطراف المعاهدة احنا مصر والدولة الأجنبية، تعاقد. وعلشان التعاقد ده او المعاهده دي تتم يبقى لازم موافقه راي القانون. عارفين؟ شفتوا العظمه؟ عايزين عشان المعاهده دي تتم بين دولتين ايا كانت الدولتين، لابد ان تبدا، عشان المعاهده تبدا نناقشها، ان ايه؟ الشق القانوني. ومين اللي هيدي الشق القانوني؟ ومين اللي هيدي القرار القانوني؟ ومين اللي هيدي ده؟ المحامي. هتناقش المعاهده، الشؤون القانونيه مع بعض كده، هتناقش المعاهده، وبعدين تنتهوا الى ان ايوه المعاهده دي ده شروطها كلها وبنودها كلها واتفق عليها وطبقا للقانون، وعشان كده احنا بنوافق عليه. خلاص الدوله بتوافق، الدولتين بيوافقوا.
انتوا اللي هتعملوا كده. انتوا مش متخيلين كده ليه؟ يعني هو ده الواقع، هو ده اللي موجود. يعني احنا رئاسة الجمهورية فيها شؤون قانونية زيكم كده. فإذا النهاردة لازم نبقى فاهمين وعارفين إيه هو المحامي، إيه محامي. راجل لازم يبقى يعتز بشخصيته، راجل باحترام، أدب، علم، فقه، كل ده المحامي ليك شروط. ما هو كده اللي عامله. اللي انا جاي تعيط، احنا بنحل في اليمين يا عم. المهم فعلشان كده احنا بنقول لما نبقى المحامي، احنا كنقابة وكقانون محاماة لنا شروط ولنا ضوابط في اللي بيمارس المحاماة، مش كده عشوائي نحلف اليمين ونمشي. لا، لأن أنت قبل ما نحلف اليمين دلوقتي أنت مش محامي، أنت خريج لسان صحيح. قالوا بيقول كده، بعد ما تقسم اليمين، حلف اليمين، بعدها مباشرة بتبقى محامي. وبنقول لك يا أستاذ، بعد حلف اليمين بتبقى محامي، وأنت خارج كده هنقول لك يا أستاذ، وهنقول لك يا أستاذة، ده القانون بيقول كده. نص القانون بيقول كده. شفت الفرق قد ايه؟ وانت قبل ما تحلف اليمين كل واحد بمزاجه، الجامعه والدنيا وما فيش مشاكل بقى وسهر وتعاملات مع ده ومع ده. بعد ما تحلف اليمين الامور دي كلها انتهت تماما، لانك اصبحت مسؤول مسؤوليه كامله قدام القانون، مسؤوليه كامله قدام القانون. تحركاتك انت مسؤول عنها، تصرفك انت مسؤول عنه، تعاملك انت مسؤول عنه، اصدقائك انت مسؤول عنهم، كل ده لانه كل ده قانون. وخاصة ان انت هتدافع عن القانون، خاصة انت هتدافع عن القانون. فاذا يبقى لازم احنا ايه، نبقى ملتزمين وملمين بالكلام ده. ده بقى بيسبقه ايه عشان الكلام، ونقول ايه، نحلف اليمين ونقول احنا فعلا يعني نصلح ونزين نقابه المحامين لما هنبقى احنا ده. خلي بالكم، احنا اساس نجاح المحامي، اساس نجاح المحامي الاخلاق. الاخلاق اساس نجاح المحامي، الاخلاق في حياته، في مهنته، في علاقاته، في تصرفاته. الاخلاق هي اهم من العلم. عارفين كده ولا مش عارفين؟ أهم من العلم. ممكن واحد يكون ما بيشير ولا يكتب بس عنده أخلاق أكتر منه. لأن الأخلاق ده، الأخلاق دي إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قبل ما ينزل الوحي على سيدنا محمد وقبل ما ينزل سيدنا جبريل وصف سيدنا محمد، قال له وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، حق سبحانه وتعالى بيصف سيدنا محمد، قل له إنك لعلى خلق عظيم، ما قالش إنك على علم عظيم، قال على خلق. الأول العلم جاي، بس الأخلاق أهم، أخلاق أهم. بعد كده جه العلم. العلم لما نزل سيدنا جبريل على سيدنا محمد ونزل وقال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ بعرفش أقرأ، قال له اقرأ تاني مرة، قال له ما أنا بقارئ بعرفش أقرأ، قال له اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أهو العلم جه، أهو علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. دي الحياة، دي الضوابط اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفرضها علينا، لان دي حياتنا. لما نقول الاخلاق، الاخلاق دي هي كل حاجه. لا تحسبن العلم
اهو ينفع وحده. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاف. والمال ان لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطيته الاقفاق. فاهمين ده؟ فاهمين ولا فاهمين؟ ما خدتوش؟ والله ده كان في النصوص شعر بس واقع. المهم احنا عايزين بقى قبل ما نحلف اليمين لازم الزي الرسمي اللي انا قلت اهو. انتوا بتختلفوا دلوقتي بعد ما هتحلفوا اليمين، المجتمع كله منتظركم، المجتمع كله عامل حسابكم، المجتمع كله واقف معاكم، المجتمع كله فخور بيكم. فعلى هذا الاساس يبقى احنا لازم ندي المجتمع اللي هو اداها لنا. المجتمع ده ممثل في ايه؟ في الاسره. كلنا كده في الاسره. اسرتك ابوك وامك هم دول اللي تعبوا، هم دول اللي شقوا، هم دول اللي وصلوكوا النهارده كده ولا غير كده؟ فكده هم دول اللي وصلوكوا كده. ولذلك دول اهم حاجه، اهم حاجه قبل كل حاجه الاب والام. دول اللي ربنا هيكرمك عشانهم، دول اللي ربنا هيقف بالنسبه لكم لما تسمعوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، عشان تعرف فضل الام والاب. دول الوحيدين اللي ربنا سبحانه وتعالى قرنهم بعبادته. تخيلوا ربنا قرن الاب والام بعباده ربنا معاه ازاي؟ اهو بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. خلي جاي اما، خد بالك من الامه دي، يبلغن عندك الكبر، مشيبه بقى، اما يبلغن عندك الكبر او كلاهما او أدن فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نقوم عشان نحلف. طبعا القسم ده قسم بقى، مش ده القسم ده اهم حاجه عندك، لان هو بيحدد بقى حياتك. خلي بالكوا القسم مش الكلام ده اهو، لا ده كل كلمه في القسم دي برساله المحاماه، كل كلمه معناها كذا معروفه. أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. التوفيق إن شاء الله.